شكون مهدي؟ انت هو زرق العين مهدي. السلام عليكم خويا. مهدي تلاقينا برا ما نعرفو ما يعرفنا. هبط جا عندي قال لي نعيم كاش ما نهار طيح في عائله يحتاجوا الورد النوار لي بلونت حتى لي بو. قال لي مرحبا. انا كنت نخدم في هذاك النهار كنت خدام في براقي وجيتكم على العائله تاع براقي. ربي ما يغلق باب حتى يحل 10. كنت متمني اونالي هكذا طريق صغيره كانت بين الجيران انو نرجعها جنة. بصح ما لقيتش شكون يعاوني. ربي بعث لي هذا الطفل. اذا جاب لي ربي ما نعرفوش خير من ربي. نعم التربيه ونعم الاخلاق هي كل حاجه مع ربي. احنا ما عندنا لا التربيه ماهوش الاب وحده ربي. اللي يحبوا ربي يسخروا يدير الخير. انا واش يخصني؟ يخصني لي بو كيما قلت لك. عندي اونالي طريق بين الجيران والجيران نعم الجيران وقفوا معنا احسن وقوف. حبيت انا نزيد نوقف معاهم وندير لهم حاجه شابه. وين عندك لي بو صديقي؟ ها روح شوف خويا. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. والله غير هذا هو واش كنت تحوس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي اسمع مهدي هادو ما كنت نحوس. هذيك لالي نرجعها بزاف الالوان. الله يبارك خالص. الله يبارك الله يبارك. هكذا اسمع فضت الحكايه تبارك الله. الأعمال متواصلة في الورشة وهذه المرة حضور الخرسانة التي قدمها أحد رجال الخير وإرادته بالمساهمة في هذا التحدي. فبداية وضعها على الأرض بغرض تزيين المدخل الرئيسي للحي الذي تقطن فيه عائلة خيثر. فالكل يعمل بكل جدية رغم التعب الذي نال منهم في هذه الملحمة. فشكرا لكم يا ناس الغوازي على هذا التعاطف. السلام عليكم. شكرا لك. شكرا لك. صباح العزيز. انا نحكمك على كلمتك. ها بيان سير ماشي مشكل. قلت لي كاش ما يخص باب تاع الدخله راني هنا. خويا واش يخصك؟ عادل اليوم درت معاه وقال لي جوز الوقت ما يخصك. مرحبا بك. دبر راسك بيا خويا. عندي باب اللي بصح باب ماشي كيما الاخرين. اسمعني مليح. في برقي عندي باب 120 تحل البرا. 120 تحل البرا ماشي مشكل. تحل البرا لازم نجيبوها تشري كوموند انت نفتح للبرا. مشكل هذا ما كان في الميترا وانا الباب نحتاجها البارح ماشي اليوم. نحتاجها البارح دونك ما نستناش تشري كوموند. دونك الميترا احنا نبنوا لها من اول ماشي مشكل. وتفتح البرا دروات خويا ماشي مشكل. لكن البرا دروات كاينه وليفرجن كيف باتوا لك ماشي مشكل. الخير خيرين تشكروا في الجنه تحشر خويا. الله يسترك خويا. بارك الله فيك. وصول الأثاث إلى مكان العمل من طرف موبل بلوس وكذلك صفوة موبل يقوم المتطوعين بإنزاله وبداية تركيبه من طرف أهل الاختصاص. فقوة التلاحم والتعاطف التي وجدناها في هذه المنطقة فريدة من نوعها. فتشكرون وفي الجنة تحشرون. السلام عليكم خاوتنا واش راكم؟ كيف؟ السلامه. صافا؟ ما عندهم ما عندهمش بافات. والله ما عندهم بافات. والله ما كاين بافات خويا العزيز. الله في خاوتنا عندهم ثاني بافات. بافات في الشباب كاع في الالفي في في الويفيت يا خويا. البس 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 ديك الحاله ماشي مليح. البس الحاله. واش راكم لي جن؟ بخير الحمد لله. انتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله خويا. سلامه مرحبا بك. الله يسلمكم. يعيشك يا بلال. قال لك روح عند حبابنا اللي هنايا. يا با بروبليم كلش ماشي. يوسف حبيبنا مول الدار. هادو زوج صحابو. هذا الماسون اللي وقف معنا احسن وقوف العزيز. هذا بنا لنا من ريتشوسي من الصوصول وروح العزيز صافي بليزير. وهذا يا اعز الاصدقاء لو كتمنيت يكون عندي صديق كيما هو. ما شاء الله يا خويا. عنده عغر تشعتو عادي ما فهمتش علاش. ها دونك باش ما نديروش يعني تفرقه بين كامل المتطوعين خيرت هاد الثلاثه. داكور الناس كاع وقفت معنا احسن وقوف. مي هاد الزوج هادوما جاب لي ربي يستاهلوا اكثر من الاخرين. كي تلقى واحد يفتح الشونطي على 6 تاع الصباح ويغلقوا على الزوج تاع الليل صافي بليزير يا خو ما عندك ما تقول. كي تلقى اعز الاصدقاء تاع الطفل هذايا واقفين معاه احسن وقوف استاذ بليزير. والله ما عندهم لا نقاء ولا جمال. هاد الناس يعرفوا الصداقه.
الحمد لله لو بليزيك تاعهم يديروا الخير. هذا مك هذه صديقي تتهلا فيهم بيان سور. افيك بليزير كاع لا طايفين الدنيا. شوف شوف خويا العزيز. لا 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 اتهلا فيهم صديقي. لا كاش بروبليم ليك. اي لطفي ايوا ايوا يوسف ايوا